بدأ أفضل شتاء بالعالم اليوم في العين. تركز كده معي شوية. أفضل شتاء بالعالم أما العين. الرزق ده. خلونا نكتشف مع بعض المكان الجميل الموجود في العين في إمارة أبوظبي. طبعا بعيد عن ضجة الشوارع والمدينة، تعالوا عند الجبال والأماكن البعيدة عن صخب الناس، تعالوا نكتشف. رحب فيكم العم جمالو قبل الدخول. طبعا هذا الاستقبال، تعالوا يعطونا السويرة ولبسنا السويرة بدنا ندخل هذا الإيفنت ونشوف تفاصيله. طبعا أول ما وصلنا شفنا صاحبنا اللي سوى لنا خبز رقاق، طلب منا خبز رقاق مع رقيمات ودلع. طبعا تنافس في أفضل شواء اليوم، نشوف الشيف هذا بس دلعنا يا شيف، دلعنا. وبدأ الشيف يدلعنا ويقطع لنا ويحط لنا ويجهز أموره. بعدين حب أخبركم ترى اللي يحب السمك، ترى الجماعة بعد كذلك عندهم جلسة شوى السمك. كما قيل لحمتي على النار يتشوى وتتقلب مع الأناناسة وعطى. ودي أخذكم لفة للمكان قبل ما تغيب الشمس ويبدأ حشرة الناس وإزعاجهم. لا لا تمام، هذه لفة في المكان تشوفون تفاصيله وجلسات، اختار الجلسة اللي تعجبكم ونسوا والله يسعدكم في الدنيا والآخرة. حتى عيالكم يستمتعون بالطيارة الورقية أو السويرات المضيئة أو السيكل مجانا. وطبعا حديقة العين كذلك مشاركين معاهم، إذا أنتوا حابين تتصورون مع هذه الحيوانات بالبومة ياك البطل ياك، خذوا صورة كذلك عند هذا الصغر وعليكم بالجلسات. ويطلب من عنده سبت أني أدلع لي كرشتي في العين، حياكم الله دلع كرشون. أرويكم الأجواء وأنا وانتظر على اللاين، انتظر اللحم. طبعا وصلت عند اللحم الأمريكي وتقطيعه شيء خيالي، يالس على الفحم وقت طويل جدا، تاخذونه تتلددون من كل قطعة. طبعا خدت الطبق الثاني او الثالث ما اتذكر، ولكن احد الاطباق الموجودة فيها خلونا نستمتع بعد ما خلص نقول الحمد لله اكمل. طبعا احد الاستكات مثل ما انتم تشوفون يحطونها في صمود بس لذيدة تقول فيها من الاخر، ولكن لو كانت خارج الصمود. رجعت لصاحبنا وقلت له ابا شيء ستيك يدمر الراس، وما قصر عليه، قال لي برقص لك شوي وبعدين بعطيك. شوف تفاصيل. جو الشتاء هبت هبوبه يطري علي ذاك الزمان. وصلنا عند المطبخ الاسباني تاكو، عجبني وقفت لازم اطلب وخذيته. وتشجيعا للمطبخ الخليجي والاماراتي خاصه هنا نطلب رقاق وقيمات، طلبت من تشيبس عمان على المذاق العماني. قلنا له رتبنا ورتبنا صاحبنا وما قصر علينا بالعافيه. اقوى برجر في الايفنت شفته، شفت عنده زحمه، قلت بستريح وبرجع خلني اريح. بدات الشمس تغيب وتنزل اشتارها وهذه اجوانا، شوي نريح استراحه محارب ثم اكمل معاكم. بعد راحت هذا المحارب قلت ارويكم هذا البرجر اللي حبيت ارويكم تفاصيل طبقه له تجهيزه للبرجر. صراحه كان برجر متميز للغايه، جربت المره الاولى والثانيه والثالثه وتقول لك عطني اكثر. تبارك الرحمن، شوفوا تفاصيله وحركاته ومعاه خلوكم عندنا برويكم نهاية الطبق. وطبعا المطبخ الفلسطيني حاضر معانا مسخن علينا بالعافية يا رب، ولا اسمه شيء ثاني خبروني إذا غلط بالاسم. طبعا هذا حساب الجماعة وشوفوا حتى الريوق عندهم والخيام
والجلسات والفنادق. الصبح شاي، الظهر شاي، العصر شاي، المغرب شاي، ونختمها بالكنافة عند اخواننا الفلسطينيين. مجهزين لنا كنافة من الآخر، شيء يحب قلبك الفحم، بس انتظره سبت اللي تجهز. هب هب هب.